الله يا بالخير، عبد الوهاب. كابتننا العزيز، وصبح على اخواننا اللي يا ابو معاك. عبد الوهاب، ابو عبد الوهاب الله الله يرحم، يخليك. يعني صوت شجي وصوت مفرح وسعيد وتقول عزيز. لك مبارك، اي اخوي عزيز، مبارك منو الصوت عزيز؟ شجي الصوت انا اقول عزيز، فرح. مسجل عطينا شات باكر. قانوني، راح عزيز وده. يا هلا ابو عبد الوهاب، هلا بالغالي، هلا شلونك؟ طيب بالحبيب، والله بخير الله يسلمكم انت ويسلم على ايش الاخوه. فيك يا ابو عبد الوهاب؟ ايش فيك؟ على اول شيء عندنا انت بالسياره، عندنا كابتن محمد كرم، كابتن مر يعقوب، كابتن حميد ايوه مال الله، كابتن عبيد منور. سلم كابتن حميد عليهم. مال الله، الله ابو عبد يسلمك. الوهاب لاعب مع الدوله ايام الدوله. ابو عبد الوهاب دعاك لعب ليه بعد؟ اي ابو عبد الوهاب، عسى ما شر يقولون والله عندك مشكله او قضيه او راح تحرمون السالميه من نقاط او عليهم موضوع معين. والله كابتن مبارك، يمكن دخلنا مداخله مره انا وياك نعم ويا عبد العزيز على نبه المشكله نعم من بدايتها، يوم رفعنا الانذار وحذرت وتكلمنا وحذرنا، نعم فما كان احد قاعد يسمعنا، وخذينا 3 كتب وكتابين تعهد ان يتم السداد، وما تم السداد التجانا طبعا جوفان فاليدار محامي الاسباني، اتخذ اجراءه ومشينا اجراءات قانونيه. طبعا قبل اسبوع بشرني قال لي مبروك يا الحكم من صالحنا، وعطوا مهله حق نادي السالميه ل 5/12، الله اذا ما دفع اول عقوبه راح تشوف شيء اللي هي سنه ميلاديه يتوقف عن العقود مع المحترفين. وطبعا هو شرح لي موضوع النادي عنده كم عقوبه، قلت له انا لا تكلمني على العقوبات، خلني على عقوبتي. الحين مهلك النادي 5/12 ما يدفع، 5/12 ايه؟ الساعة 9 طوف، خلاص الفيفا راح تتخذ العقوبة انه يحرم نادي السالمية من التعاقدات الموسم الجاي مثل اللي حاش نادي العربي. بس ابو عبد الوهاب توضيح، بس هذا القرار اللي يعني اللي صدر الان انه فقط يحرم العقوبه من التعاقدات، إيه؟ ما في خصم، ما في موضوع خصم نقاط مو موجود خصم وهذا لا. الحين اللي ساير سلمك الله، الحين في ظاهر اكثر من مشكله، لان المحامي قاعد يقول لي يقول متراكم المشاكل. فانا يوم قام يشرح قلت له لا تشرح لي، دام احنا وكلناك على قضيه لاعب روزي كلمني عنه خلص لي اياها بس، شنو بيصير كعقب؟ فقال لي عقوبه روجي صارت انه سنه ميلاديه ما في توقيع لاعبين ما دفعوا قبل 5/12. في تجاوب النادي. كم المبلغ ابو عبد الوهاب؟ 18,500. 18,500 شنو؟ دينار كويتي. 18,500 دينار كويتي اللي هو ما يحرم من اي، ليش المفروض يسددونها؟ يعني ابو عبد إيه الوهاب بس انت ما يعادل، لا هو ما يعادل، لا لا ابو عبد الوهاب هل انت خمس رواتب ما عليك، 5 رواتب امر سهل هذا. هل انت يا ابو عبد الوهاب عسر معاهم مو متجاوب عشان والله هذا ما والله قاعد يجاوبون معاك ولا يعني 18 مبلغ بسيط هذا احرم التعاقد؟ يمكن هذا شوف انا يمكن هذا سر ما لازم اقوله قدامك وعلى قناتك. نعم مباراة العربي والسالمية اللي لعبوها اللي السنة اللي فاتت بالكاس اللاعب ما كان يبي يلعب وانا خليت اللاعب يلعب، اقنعته يلعب. فخلي طالب يمي يسلم علي، ف هي في المستشفى اي، ف يعني اللاعب قال انا ما راح العب، مسكته ومعنا العربي، انا تدري زعيم العرباوي يعني اضحي له عشان نادي العربي، بس خليته لان هذا عمل، يعني حب النادي شيء. وانا لما كنت انا كوكيل لاعبين او وسيط لاعبين فرضت على اللاعب وقلت له حتى لو معطوك راتب تلعب، واخر شيء النتيجه اللي صارت. زين ابو عبد الوهاب، اليوم السالمي اذا سدد المبلغ تلغي العقوبه، عقوبه عدم التعاقدات عدل؟ إيه خلاص بعد اجراءات تصير بينهم ما اها بس في ما شنو عنده ما يترتب، يعني المحامي شوف هو يكلمني عن في امور سيره، قلت له عبد الله تواصلت معاهم مع السالميه عدل فتره؟ اي تواصلنا وفي عندي كتابين تعهد، وصدقني يمكن يمكن الشيخ او اي احد في السالميه شنو كان يقولون؟ اصبر علينا اصبر علينا، الاسبوع الجاي باكر كابس الدفعه الجايه، حتى البطوله اللي راحوها وعود كانت تجيني لما يلعبون الذهاب والاياب ما صار ولا شيء، لما رد اللاعب خذ تذكرته ومشى، حتى وهو ماشي كنت
كتبوا كتاب قالوا له خليه يسافر نعطيه فلوسه، سافر ما حد عطاه شيء. وين يعني وصلونا؟ وين يلعب الحين؟ لا هو الحين فرنسا. اها. ما ادري الظاهر الدوري الفرنسي. بس هذا موضوعك معاهم فقط؟ اي بس رجل. لا اما اجراءات هو قاعد يقول لي في اجراءات ثانيه كان لا تتخذ خلني على مشكلتي الخاصه. زين بما انك يعني اليوم كسبت قضيه في مشكله ثانيه معناتها ترى صرت تخوفوا عبد الوهاب. لا والله انا في مشكله ثانيه يعني شيء مع نادي ثاني يعني ثاني. لا لا انا اتمنى في شغله ودي يعني تفضل يعني انصح يعني انا انصح فيها. نعم. يعني ان شاء الله السيد مرزوق الغانم اتمنى انه يسمعني. نعم. كهو رئيس مجلس الامه. نعم. اذا انت كرئيس مجلس الامه وعاجبك وضع الرياضه كذي انا وايد وايد حازم خاطري ان انت واحد من الرياضيين اللي احنا تاملنا كل الخير انك انت تسوي شيء على الاقل خلي الدوري محترف. قصدك تبي تعديلات لمصلحه كره القدم الكويتيه بشكل عام؟ الرياضه ما فيها رجاء صدقني ابو علي ما نتكلم وياك لكن احنا ناطرين قاعد نشوف الرياضه كل ما قاعد توقف وتصير اسوء. زين ابو عبد الوهاب اتمنى مننا يتحرك في الامور. موعدنا 5/12 الساعه 9 بالليل. ادق عليكم هذا حاضر وان شاء الله تدق علينا تقول له امر خلص ان شاء الله. ان شاء الله. اي بس مو تروح تدق على غيرنا يوم السبت. لا ازيدك. اي كفو حصري حق الديربي حبيبي ابو عبد الوهاب. الله يحفظك. الله يحفظك. جواك الله.